أحسن الله إليكم. السائلة سين عين حاء تقول: أمي مريضة وقد أقضي فترة النفاس عندها، وهي متعبة فوق مرضها، فهل لي أن أستقدم خادمة لمساعدتها؟ ما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. استخدام الخادمات فيه خطورة عظيمة ونتج عنه مضار كثيرة، فمهما أمكن الاستغناء عن الخادمات الأجنبيات فإن ذلك أحوط للإنسان وأبرأ للذمة. وإن اضطر إلى استخدام الخادمة فإنه يلتزم معها بالأحكام الشرعية، لأن تقدم مع محرمها وترجع إلى بلدها مع محرمها، ولا يخلو بها هو أو أحد من أولاده أو من في بيته، لا يخلو رجل بامرأة خادمة أو غير خادمة، وتلزم بالتستر والحجاب، وتؤمر بالصلاة، وتؤمر بالواجبات، بأداء الواجبات. اشترط فيها أن تكون مسلمة ملتزمة لأحكام الدين، لا يستقدم كافرة أو فاسقة أو فاسدة في عرضها. نعم. فإن عجز عن بعض هذه الشروط، كان يعجز عن محرمها، إذا عجز عن بعض هذه الشروط فلا يستقدمها، لأنه لا يجوز له إلا إذا توفرت هذه الشروط. أحسن الله إليكم.